عزيزي المشاهد، تتوقع منتخب مصر ممكن يفوز بنسخة أمم أفريقيا النسخة دي؟ يعني اكتبوا في توقعاتكم كده، يعني كل واحد يقول توقعه. أنا هقول توقعي بكل صراحة وأجيبها لكم على بلاطة، هو منتخب مصر النسخة دي صعب يكسب بالبطولة. هتقول لي ليه؟ هقول لك في يعني عوائق كتيرة هتقابلك وأنت ماشي في الطريق. أنت أول حاجة كونغو ديمقراطية، ممكن تقولوا منتخب أهو ده نفس مستوانا وعنده 3 نقط 3 تعادلات ونفس الحالة بتاعت يا عم كسبته مفيش مشكلة. هتقابل مين؟ هتقابل الفائز من مباراة غينيا الاستوائية، وغينيا نسبة كبيرة غينيا الاستوائية هتكسب. غينيا الاستوائية من المنتخبات اللي عملت مفاجآت في دور المجموعات وغلبت كوت ديفوار يا جدعان 4-0. تخيل انها هتلعب منتخب مصر بقى. شوف انت بقى، توقع النتيجة اللي ممكن تحصل. انا اتوقع غينيا الاستوائية تكسب. اسوأ ظنون يا جدعان نقول منتخب مصر هيكسب. تمام؟ يعني منتخب مصر عدى من غينيا الاستوائية وعدى من الكونغو، هيوصل لنصف النهائي. نسبة كبيرة في نصف النهائي هتقابل السنغال، لأن السنغال أول مباراة ليها قصاد كوت ديفوار، كوت ديفوار واقعة وخلاص هي ده مغلوبة من غينيا الاستوائية في آخر مباراة 4-0، وهي جاية بتترنح كده السنغال تك خلص عليه هيخرجه من دور ال 16. السنغال بعدها هتلعب مش فاكر قصاد مين تاني، بس على ما اعتقد ان هو كان مباراة برضو ايه اي كلام هيكسبوها هيجي لك على نصف النهائي. تعالى بقى يا اخويا ايه نشوف بقى الايه الحسابات اللي ما بيننا. السنغال عاملة عقدة لمنتخب مصر في كل الرياضات، مش هنقول على كرة القدم، طايرة سلة معرفش شاطئية كل. وطبعا من الحاجات اللي هي عقدتك في كأس أمم أفريقيا هو منتخب السنغال، إنك مش عارف تغلبه، ضربات جزاء مش عارف تغلبه، مفيش يعني. فطبعا هو العائق الوحيد اللي هيقابلك هو السنغال. يعني إحنا قلنا غينيا الاستوائية قبلها، أنا أتوقع ممكن منتخب مصر يخرج من غينيا الاستوائية، بس أنا قلت لكم افرضوا أسوأ الظنون مصر غلبت غينيا الاستوائية هتوصل قصاد السنغال. يا عم شكرا خلاص، يعني مبروك عليكم انكم هتوصلوا للنهائي، ونسبة كبيرة السنغال هيوصل للنهائي، ونسبة كبيرة السنغال هيلعب المغرب في النهائي. انا توقعي السنغال والمغرب في النهائي، ده توقعات اللي هيحصل في افريقيا، وهنشوف بعدين اللي هيحصل. وارجعوا للفيديو ده وقولوا رأيكم.